الابراج اللي في الميه الدافيه، او في القصه قصه فلوس الاسد. الاسد مشغول قوي قوي بقصص عينة. فلوس وورقيات وسفر. ورقيات، بصي الثلاثه دول، ورقيات وفلوس ورقيات وسفر، دول الثلاث محاور اللي الاسد بيشتغل عليهم. الاسد عنده سفر، الاسد عنده فلوس راحه جايه، الاسد عنده في حاجه كمان مهمه. الاسد ممكن الشهر ده يترشح لحته، على فكره خلي بالك، حد يرجعك لشغل او يديلك ماشن كده تعملها، بس هي مهمه وهتفرق معاك وهتنقلك نقله حلوه. فالاسد عنده يعتبر غير الاسد مشغوليات بس حلوه. غير الاسد في المنطقه ده الحمل، الحمل عنده حاجه صحيه، ممكن زي ما قلت الحلقه اللي فاتت ياخد باله من صحته قوي. الحمل قوي قوي، يمكن اكتر حد بحذرهم على صحتهم. الحمل والحوت. الحمل والحوت لغايه كام يعني؟ لغايه 23، لغايه 23 9 خلاص. تاني حاجه، بس الحمل عنده حاجه حلوه، عندك تطور او تغيير في شغلك، يا هيغير الطريقه اللي بيشتغل بيها، يا هيغير الناس اللي بيشتغل معاهم، في تطوير وتغيير وتحسن في شغلك يا حمل، ودي الحلوه في الشهر ده. تالت واحد طبعا في الميه الدافيه الدلو. الدلو بيخرج من مآزق كتير وبيبتدي يفوق، بيخرج كده، عارف اللي هو خارج من البحر يشم نفسه. فالدلو انت بتخرج ورايح لمنطقه كويسه، بس انت في منطقه النص، فحاول تستفيد من المنطقه دي على انك ايه، تحل مشاكلك بهدوء. والدلو عنده حاجه ماليه حلوه. طب كويس، يعني الدلو عنده